تزامنا مع مناسبة عيد الميلاد المجيد وفي ظل الأحداث الأليمة في غزة والأرض المقدسة، أقيمت في مختلف كنائس المملكة قداديس إلهية رفعت فيها الصلوات والطلبات إلى الله العلي القدير أن ينهي حالة الحرب والصراع في الأرض المقدسة وغزة، وأن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الجميع. المزيد في سياق هذا التقرير. احتفلت كنائس المملكة بعيد الميلاد المجيد وسط اقتصارها على الشعائر الدينية من دون إظهار احتفالات خارجية، وذلك بناء على قرار مجلس بطاركة ورؤساء الأساقفة في الأرض المقدسة تضامنا مع الشعب الفلسطيني المنكوب لا سيما في قطاع غزة. فقد توجه المؤمنون صبيحة يوم العيد إلى الكنائس في مختلف المدن والقرى الأردنية والتي خلت من على أبوابها زينة الميلاد وأشجارها وأنوارها كما في كل عام. وقد أقيمت في العديد من الكنائس المحلية التي تسير حسب التقويم الغربي الصلوات والقداديس التي رفعت فيها الدعوات إلى الله العلي القدير بأن تتوقف الحرب في غزة والأرض المقدسة، وأن يعم السلام ربوع العالم، وأن يحفظ الأردن ويديم عليه الأمن والأمان. ففي كنيسة العذراء الناصرية الصويفية ترأس سيادة المطران جمال خضر مطران اللاتيني في الأردن قداس عيد الميلاد بمشاركة كاهن الرعية الأب حنة كلداني وحضور جمع من أبناء الرعية. وقد رفعت الصلاة في القداس على نية وقف الحرب في غزة والأرض المقدسة، وعلى نية السلام في الأردن ودوام الأمن والاستقرار. وفي عظته شدد المطران خضر على أهمية التأمل في هذه الأوقات بالمعاني الروحية للعيد، مؤكدا على أن عيد الميلاد يحمل معه رسائل إنسانية نبيلة بأن الله تعالى قد منح الإنسان الحياة والكرامة والحرية، بينما الإنسان هو من يقوم بامتهان كرامة أخيه الإنسان ويسلبه حياته، مشيرا إلى أن رسالة الميلاد تعني أننا مع الحياة ضد الموت ومع النور ضد الظلام. عندما يكون هنالك نور لا تستطيع الظلمة أن تتغلب على هذا النور. ينير الظلام، ينير ظلام قلب الإنسان أولا، لأن الظلام يبدأ من هنا، يبدأ من القلب. ونكتشف في هذه الأيام مقدار هذه الظلمة في العديد من قلوب البشر الذين لا يشعرون مع غيرهم ولا يتدخلون. هذه الظلمة موجودة. عندما نقرأ قصة الميلاد نرى من جهة عظماء هذا العالم. تبدأ قصة الميلاد بأغسطس قيصر، قيصر الإمبراطورية الرومانية، سيد هذا العالم الذي يصدر أوامر. نقرأ عن هيرودس الملك الذي أراد أن يتخلص من الطفل. نقرأ عن الكتبة والفريسيين في القدس عندما وصل المجوز اضطربت واضطربت مع اضطرب هيرودس اضطربت معه كل القدس. هذا من جهة. من جهة أخرى نرى مريم ويوسف والرعاة ويسوع بينهم، هؤلاء الذين ليس لهم موضع بقولنا الكتاب المقدس. مريم ويوسف والرعاة بينهم يولد المسيح، يولد بين من ليس لهم موضع. أقوياء العالم من جهة، ومن جهة أخرى من ليس لهم موضع، ليس لهم مكان، مثل الكثيرين من أهلنا في غزة ليس لهم مكان. الطفل هو نور العالم، هو المخلص، هو رجاء وأمل البشرية، البشرية التي تسير في الظلام. الشعب السائر في الظلمة أشرق عليهم نور، يقول لنا نبي إشعياء. هنالك من قبله وهنالك من رفضه. جاء إلى بيته فما قبله أهل بيته، ولكن الذين قبلوا
فقد مكنهم أن يصيروا أبناء الله. وفي كنيسة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق أقيم قداس إلهي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث ترأس القداس سيادة المطران جوزيف جبارة بمعاونة الأب الدكتور بسام شحاتيت النائب الأسقف العام والأب عماد بواب وحضور عدد كبير من المؤمنين. كما احتفل أبناء الرعية الكلدانية في الأردن بعيد الميلاد المجيد، وذلك في قداس إلهي ترأسه خور الرعية الأب زيد حبابة في مطرانية الروم الكاثوليك بعمان بحضور عدد كبير من أبناء الرعية القادمين من مختلف مناطق المملكة. وقد رفعت الصلاة في القداس لأجل إنهاء الحرب في غزة والسلام في الأرض المقدسة. فالله خلق الإنسان على صورته ومثاله، وأراد منه أن يحبه، أن يحب الله ويحب أخيه الإنسان، ويعتني بالأرض ويعتني بالطبيعة. لكن الإنسان فضل العيش لوحده منعزلا، فابتعد عن الخالق، ونتيجة لهذا الابتعاد ابتعد أيضا عن أخيه الإنسان، فعاش في الخطيئة، في الأنانية، في الكبرياء، في الحسد والحقد، وكل هذه أدت إلى الظلم والقتل وتدمير الأرض وتلويث الطبيعة. كل هذه الأمور جعلت الإنسان وجعلتنا نحن اليوم نعيش في ليل الخطيئة وظلامها المخيف، دون علامة أو دليل أو نور يضيء لنا الطريق كي لا نسقط. ربنا يتدخل في هذا الليل في ظلام الإنسانية وظلمها، ويشع علينا بنوره، كما سمعنا قبل قليل من نبوءة إشعياء: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. استعملني أداة لسلامك ربي، اجعلني أحمل صوتك، فأنشد لحنا وأرنم لمجدك. وفي كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس في الصوفية بعمان أقيم قداس إلهي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ترأسه الأب بنيامين شمعون راعي الكنيسة وحضور حشد كبير من أبناء الرعية.